الحديث على القراءة وكذلك المجلات والكتب والروايات وغيرها من الأشياء غادي يقودنا اليوم باش أننا نهضروا على رواية ليل وقضبان للكاتب ديالها هو نجيب الكيلاني. فشكون هو نجيب الكيلاني؟ هو نجيب عبد اللطيف إبراهيم الكيلاني اللي تولد سنة 1931 في قرية شرشبة تابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، يعني احنا في دولة مصر العربية الشقيقة. نجيب الكيلاني ماشي فقط غير كاتب، وإنما هو طبيب وشاعر وأديب مصري له نحو 70 عملا بين الرواية والقصة والكتب الأدبية والعامة. ونجيب الكيلاني كيتعتبر هو الأديب الوحيد المصري اللي قدر باش أنه يخرج بأدب الرواية من المحيط ديال البلاد ديالو إلى العالم. وقال عليه نجيب محفوظ في الوصف اللي عطاه ليه بأنه منظر ديال الأدب الإسلامي. نجيب الكيلاني توفى سنة 1995، ولكن خلى من وراه مجموعة ديال المؤلفات اللي نذكروا من بينها نداء الخالد، اليوم الموعود، نور الله، رحلة إلى الله، حبيبتي سراييفو، نابليون في الأزهر، قاتل حمزة، بالإضافة إلى ليل وقضبان اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو إن شاء الله. القراءة ديالي ليل وقضبان خلاتني باش أني نبقى مركز ونسطر على شو كلمات قالهم نجيب الكيلاني في الرواية ديالو. هاد الكلمات هما: كل إنسان يبلور مفهوم الحرية لديه حسب مكامن ضعفه، فالسجين يرى خارج السجن حريته، والمريض يرى في الشفاء حريته، والزوجة ولو امتلكت مال الدنيا فإن حريتها تجدها في هنائها الجنسي والنفسي. هذه الكلمات قلت لكم خلاتني الرواية باش أني نسطر عليها ونبقى نقراهم باستمرار، ولقيت بأن المفهوم اللي كيهضر عليه هنا نجيب الكيلاني هو المفهوم ديال الحرية. وتجدر الإشارة كذلك بأن رواية ليل وقضبان هي واحد الرواية اجتماعية اللي كتحاول أنها تبرز لنا ما يعاني السجناء من كافة أشكال التعذيب والذل والمهانة، وما يتخلد الزنزانات ديالهم المظلمة وحياتهم البائسة من خضوع وخنوع وانكسار، بالإضافة كذلك إلى الطغيان والجبروت التي تلقاوه من السيد المدير، بالإضافة كذلك إلى حر الشمس واللهيب ديالها والعمل الشاق في تكسير الصخور. هذه الرواية فهي تتحكي لنا القصة ديال فارس، واحد السجين اللي قضى حوالي 10 سنوات في السجن في الذل والعذاب والمهانة والعمل الشاق. واحد النهار غادي يتمكن باش انه يدخل للدار ديال السيد المدير ككهربائي باش انه يصلح ليهم واحد العطب اللي تسبب في الانقطاع ديال الكهرباء. مباشرة بعد ما دخل فارس للدار فأعجبت به السيدة عناية هانيم، يعني زوجة البيك. هاد السيدة عناية هانيم استطاعت انها تعجب وتغرم بالشخصية والهيبة ديال فارس. وكيفاش أنها ما تغرم فارس وهي المرأة التي قضت سنين من عمرها داخل زنزانة، ورغم تواجدها بالمنزل إلا أنها كانت ديما كتعتبر نفسها واحد السجينة اللي ضيعت عمرها مع واحد الرجل كيعاني الألم ديال السكر والقلب والضعف الجنسي والوزن الزائد والشحوم، وضلات حياتها كاملة كتلعب الدور ديال الممرضة. هاد الشي كامل جعلها باش أنها تأخذ من فارس خليلا يلبي الغرائز ديالها والشهوات ديالها في غياب الزوج ديالها. لكن غادي يجي واحد النهار اللي غادي يدفعوا فيه الثمن باهظ جدا، وغادي تبقى دائما أنها تطلب فارس باش أنه يصلح الكهرباء والخلل والعطب اللي تيوقع داخل المنزل، حتى غادي يجي واحد النهار وغادي تكتشف الأمر ديالهم وغادي يدفعوا ثمن باهظ على الخيانة ديالهم. هذا باختصار أهم الأشياء اللي حاول نجيب الكيلاني أنه يهضر عليها في هذه الرواية، وهذه فرصة كذلك باش أنكم تمشوا تقرأوا الرواية وأنكم تعرفوا على جميع الأحداث. وكندعوكم في الأخير أصدقائي باش أنكم تأبونوا في لاشين وتتبعوا كل جديد، وهذه نصيحة كذلك باش أنكم تمشوا تقرأوا الرواية ديال نجيب الكيلاني.